رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه بأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول. من جانبه أكد جونسون أهمية دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على المستويات كافة خلال الفترة المقبلة.